الاستثمار في قطاع المطاعم يحتاج إلى عناصر كثيرة حتى ينجح الاستثمار في هذا القطاع. القطاع في منافسة عالية صحيح، لكن أيضا العملاء موجودين بشكل كبير، لديهم متطلبات مختلفة، وبالتالي يستطيع صاحب الاستثمار في موضوع المطاعم أن ينجح بشكل كبير. حقيقة إحنا حريصين بإكسبكتيشن في عملية التعاون مع المستثمرين حتى نضمن نجاحهم في الاستثمار عند توقيع عقد حقوق ومنحهم حقوق الامتياز سواء في داخل الإمارات أو في خارجها. وجودنا ضمن 20 سنة بالخبرة بالنسبة للبراند هذا عالميا أعطى ميزات قوية للمستثمرين إنهم يشتغلوا معنا، لأنه عندنا كافة التفاصيل اللي بتهم المستثمر حتى يضمن نجاح العمل ونجاح المطعم. التفاصيل كثيرة، الكوادر وتدريبها، العملاء والتعامل معهم، مصادر المواد الغذائية التي تتناسب مع طبيعة الكوزين الذي يقدم، المنيو، كل التفاصيل هذه، وخصوصا أيضا موضوع التدفق المالي وكيفية الإدارة المالية للمطاعم وللمطعم اللي موجود عندك. إحنا حريصين أن نكون بهذا المعرض موجود فيه، وجودنا فيه يشكل أهمية بالنسبة لنا للتواصل مع المستثمرين والتواصل أيضا مع الناس اللي بتشتغل بهذا القطاع. وأتوقع أنه إن شاء الله ضمن خطة التوسعة اللي قائمين فيها سنصل إلى عدد فروع أكثر ونخدم عدد عملاء أكثر إن شاء الله بالتعاون مع المستثمرين، والشكر والتقدير للعاملين على هذا المعرض.